أهلا بكم متابعينا مشاهدينا في كل مكان، هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض من هنا من ملعب الأليانز في تورينو. اليوم مباراة مثيرة للسيدة العجوز نادي يوفنتوس أمام نادي البلومون مانشستر سيتي. هذه تشكيلة نادي يوفنتوس اليوم. فريق راح يلعب بتشكيلة 4-3-3، الطريقة التقليدية واللي يعتمد فيها على الفريق على الأجنحة. تشكيلة مانشستر سيتي في مباراة اليوم مشاهدة الآن على الشاشة. واضح من الرسم التكتيكي بان الفريق راح يلعب بطريقه 4-3-3 التقليديه واللي تعتمد على الاجنحه. تبر تصويبه من دي بروين، حلوه التسديده، كانت قريبه من المرمى لكن عدت، لكن مرات كان ممكن تكون هدف في اللقطه الماضيه. سامي خضيرة، جواو كانسيلو، كرة بتروح عن الجميع بعد هذا التدخل. رحيم ستيرلينج كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة. إلكاي غوندوغان، تمركز ساعد كثير. كريستيانو رونالدو، هدف في الافتتاح يأتي مبكرا، لا يتأخر، الطريق مفتوح لمزيد من الأهداف. شوف الأجواء، انظر إلى المباراة، نقطة تحول الآن في هذا اللقاء. خوان كوادرادو، لعب جيد على الطرف من يوفنتوس. كريستيانو رونالدو، كرة خطرة مع بيانيتش، ضربة ركنية لمصلحة يوفنتوس. فدائية كبيرة في هذه اللقطة، شفت سامي خضيرة. أوه يا سلام على حارس المرمى، حافظ على تركيزه، على ثباته، على شباكه، على مرماه، أبعد كرة من مسافة قريبة، عرضية تجد طريقها إلى يد الحارس. سيرجيو أغويرو، أغويرو بيلعب كرة بينية، تدخل الآن في منطقة الجزاء، الحكم يقر بشرعيته. كيفين دي بروين، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. عرضية ممتازة في وسط المنطقة. ألكساندرو بيشتت الكرة. تمريرة بالخطأ بيخلصها بدون مجهود. كايل ووكر. انطلاقة سريعة بالكرة، يتقدم فيها. بإمكانه إرسال كرة عرضية خطيرة الآن. دفاع قوي جدا يبعد الخطورة عن منطقة فريقه. ركنية لصالح يوفنتوس. ضربة ركنية بتتشتت،
بقبضة اليد في اللقطة الماضية. ضغط كبير، توقع جيد في قطع الكرة، ضغط مميز من الفريق يستعيد من خلال الكرة. كريستيانو بكل أريحية ينجح إيدرسون في التصدي للكرة، تحكم ممتاز، ينطلق بالكرة، الله على المهارة. كونتوكان عمل جيد في قطع الكرة، بيانيتش كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. مان سيتي يهاجم، بيانيتش، السيتيزنز أصبح وجهة أبرز اللاعبين في الفترة الأخيرة، خاصة بعد شراء مجموعة أبو ظبي للنادي في 2008 واستثمار أموال كثيرة داخل النادي ليصبح حقيقة واحد من أغنى الأندية في العالم. خوان كوادرادو، كيفين دي بروين، ممكن هجمة مرتدة الآن، كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. شوف التحرك اللي قبل الكرة، تسلل سليم. ليوناردو بروتشي، سامي خضيرة، فرصة خطيرة في هذه اللحظات، تناقل الكرة بهدوء، انتظار فرصة حقيقية للاختراق. قطع سهل الكرة بعد تمريرة خاطئة. مانشستر سيتي يحاول استغلال أطراف. بيانيتش، دوغلاس كوستا، إمكانية للعب كرة عرضية، تصرف رائع من المدافع، برافو، تعامل مثالي في اللقطة الماضية. كيفين دي بروين، جميل الكرة البينية من دي بروين، فرصة لنقل الكرة في العمق، خطأ في هذه اللحظات من ألكساندرو، بطاقة صفراء على ألكساندرو. حتى وإن كانت نية استخلاص الكرة، لكن التدخل في النهاية كان على قدم الخصم وليس على الكرة، كانت عرقلة واضحة وخطأ صحيح يحتسب حكم اللقاء. من هذا المكان يحتاج لتنفيذها بالتأكيد للزملاء بالشكل الصحيح حتى تشكل خطورة على المرمى. حارس المرمى يبعد الضربة الركنية بشكل سليم، كرة بينية خطيرة من رونالدو، كومباني بيشتتها، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. تمريرة سيئة والآن فقدان الكرة، كرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. رائع جدا الاحتفاظ بكرته. بينية بتعدي، بينية بتمر. تسديدة قوية جدا، بتمر بجانب المرمى. أكيد راح يكون محبط لأن الكرة كانت قريبة، في المرات القادمة لابد من استغلال هذه الكرات. بيانيتش، جواو كاسيلو، بيانيتش،
إخوان كوادراتو الحر يا رباح على الكرة يا هي فرصة ضاعت. التوفيق في اللقطة الماضية, شوف الباكورد, شوف المهارة, كل شيء كان حلو إلا النهاية مستحيل. الكرة الماضية كرة بتتخلص بشكل ممتاز. سيرجيو أكويرو, كيفين دي بروين, بيانيتش, سامي خضيرة, كريستيانو رونالدو, ضربة حرة لليوفي, ليوناردو بروتشي, سامي خضيرة, كرة خطرة مع بيانيتش, أوهو في الوقت المناسب خلص الكرة الماضية. ووكر, كيفين دي بروين, ليرو ساني, ممكن سلك كرة عرضية خطيرة, يشتت الكرة في هذه اللقطة. كرة إلى رونالدو على الطرف, كرة خطرة مع بيانيتش, هدف بيريح الأعصاب, هدف بيزيل التوتر, هدف بفارق الهدفين, مزيد من الراحة, الأمور لم تنتهي. ساني بيلعبها تسديدة قوية لكن بعيدة جدا عن المرمى, لقطة سيئة جدا في المحاولة الماضية. اعتراض ممتاز على تمريرة رونالدو. رحيم ستيرلينج, خطأ لمصلحة مانشستر سيتي. ضربة راسية يا لعيب, الله على هذه الكرة. ضربة راسية, تحرك ممتاز, تصويب الكرة بالرأس بطريقة مثالية, الكرة في الشباك. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. كالعادة أيضا كرة مقطوعة, تمريرات سيئة شاهدناها في مباراة اليوم. خوان كوادرادو يتوغل باتجاه المرمى, أكبر بيلعب لك كرة بينية. تدخل سيء في اللقطة الماضية يستحق عليه البطاقة الصفراء. في فاول وفي خطأ, بطاقة صفراء في هذه اللحظات. نرى في الإعادة بأنها كانت عرقلة قوية, قدمه اتجهت مباشرة لقدم الخصم, خطأ صحيح. تدخل أيضا في اللقطة الماضية كان غير قانوني, في خطأ واضح وغير مبرر. كرة خطيرة في مكان مناسب, نعرف بأن دي بروين يقف خلف هذه الكرة. الآن دي بروين ركلة حرة مرت بسلام, شوف اللقطة كانت من مسافة بعيدة لكن الكرة كانت قريبة جدا من المرمى. تمريرة من رونالدو لكن الكرة بتتخلص. رونالدو بيلعب لكرة بينية, كرة تبحث عن كوادرادو, سامي خضيرة, كرة كانت خطيرة لكن في النهاية الكرة بتتحول إلى ضربة ركنية. بيانيتش بيلعبها في وسط المنطقة, تبعد الكرة من أماكن الخطورة. خوان كوادراتو, يا السلام على حارس المرمى, الله على كرة, شوف ردة الفعل, شوف الرياكشن من مسافة قريبة, برافو بيانيتش, برافو للمدافع, خلص الكرة. كيفين دي بروين, فيرناندينيو, كرة أيضا ما راح تمر, مباراة للنسيان, يا مكثر الكرات المقطوعة. كوادرادو فرصة هدف, يا رباه ضاعت فرصة قتل المباراة,
كان ممكن يوسع الفارق، فرصة كانت سهلة لكن ضاعت، فوت على الفريق فرصة كبيرة. خوان كوادرادو، خطيرة لكريستيانو، الضربات الركنية تستمر، ملعوبة في منتصف ال 18 من بيانيتش، كوستا، رونالدو، فرصة هدف، مستحيل حارس المرمى يتصدى لهذه الكرة. بيانيتش بيلعبها في وسط المنطقة، ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية، القام يتدخل هنا، أي حظ في هذه اللقطة، تسديدة قوية، حطها ملعوبة، لكن في النهاية لم يحارف التوفيق. سامي خضيرة، هجوم من يوفنتوس، سيرجيو أغويرو، بيانيتش، فيرناندينيو يقرأ بشكل ممتاز، يقطع الطريق لكن لا يسيطر على الكرة، ليز ماتويدي، كرة مثالية وعرضية منتظرة، فرصة لوضع الكرة في الشباك، تسديدة قوية جدا بتمر بجانب المرمى، أكيد راح يكون محبط لأن الكرة كانت قريبة، في المرات القادمة لا بد من استغلال هذه الكرات. كيفين دي بروين كرة بشكل سليم لكن التمريرة كانت خاطئة، تمريرة خاطئة من أوتامندي، استغلال جيد للطرف من مانشستر سيتي، كرة مقطوعة بعد تمريرة سيئة، تدخل ممتاز من غوندوغان، أغويرو بيلعب لك كرة بينية، ليرو ساني، عرضية على القائم الخلفي، يا مجنون يا مجنون، هذه الأهداف تختار أصحابها، الله على المتعة، الله على النهاية، يعودون في النتيجة بعد تأخرهم بهدفين وبعد أن ظن الجميع أنه لا مفر من الهزيمة. هدف التعادل إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والنتيجة الآن هدفين لكل فريق. راية صحيحة من الحكم، تمركز اللاعب كان قريب جدا من المدافع، لكن الإعادة توضح أن قرار صائب وسليم من حكم المباراة. بليز ماتويدي، كريستيانو رونالدو، حلوة البينية من بيانيتش، دوكلاس كوستا، عرضية على القائم الثاني، كرة بتبعد من مناطق الخطر، بيانيتش، حلوة البينية من بيانيتش، ضربة ركنية، ضغط لا توقف، كرة بتتخلص من المنطقة، تدخل جيد، اختراق الآن، انطلق فيها، كرة ممتازة باتجاه منطقة الخصم، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة، ويضع الكرة في المرمى، التقدم يأتي لام، أي جنون، أي إثارة، هدف يرسم البسمة ويرفع المعنويات، تقدم في المباراة قد يعني الفوز في هذا اللقاء. كرة بينية خطيرة من رونالدو، ضغط متواصل، الكرة بتتحول إلى ضربة ركنية، ملعوبة في منتصف ال 18 من بيانيتش، سامي خضيرة، فيرناندينيو يقرأ بشكل ممتاز، أغويرو بيلعب لك كرة بينية، الحارس يمنع الكرة لكن الكرة ما زالت خطيرة، ضربة ركنية قد تفتح الطريق لتسجيل هدف في التأكيد، كيفن ديب، رحيم ستيرلينج، حارس يتألق ويبعد الكرة، ممتاز كومباني في قطع الكرة،
اليوفي أفلت من هدف تعميق الجراح، والجماهير تحاول دفع الفريق للعودة في النتيجة. الله على البينية من كوستا، تسديدة من رونالدو، ضغط متواصل مع ركنية أخرى، ضربة ركنية لا تمر إلى المنطقة. تدخل بشكل خاطئ، فاول في اللقطة، ممكن نشوف فيها انذار. بطاقة صفراء في وجه اللاعب، عليه الحذر فيما تبقى من المباراة. تمريرة خاطئة تقطع بكل سهولة. فرصة من جديد لكرة التعادل، ضغط لا ينقطع مع ضربة ركنية أخرى. ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية. بيانيتش، كريستيانو رونالدو، تمريرة بدون تركيز تذهب للكرة المنافس. جميل الكرة البينية من دي بروين، العرضية باتجاه القائم الثاني، عرضية ممتازة، ولكن النتيجة 3. الشوط الأول كان في صالح السيتي، نشوف اللي راح يصير في الشوط الثاني. تمريرة سيئة تذهب للخصم مباشرة، ترسل الكرة إلى باكورد، بل باقة من الورد. الله على هذه الكرة، استقرت في الشباك. شوف التوافق، شوف التوقيت، شوف النهاية، شوف الرشاقة. رباعية مقابل هدفين، الفارق يصبح هدفين بعد هذا الهدف. يا لعيب يا لعيب، شوف المهارة الاستثنائية. لروا الثاني، كرة تذهب للخصم دون معاناة بعد تمريرة سيئة. خوان كوادرادو، تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. خوان كوادرادو، حارس يسيطر على هذه الكرة بدون أي مشاكل، بدون أي معاناة. تقطع الكرة بعد تمريرة سيئة. كريستيانو رونالدو يضرب، كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. كرة بعدها اللاعب أوتاميندي، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. تدخل والكرة بتروح. سامي خضيرة، يوفنتوس يحصل على ركلة جزاء. الحكم يكتفي في هذه اللقطة بالإنذار الشفوي، لكن على اللاعب أن يكون حذراً في مثل هذه التدخلات. الكثير من الحالات سيخرج الحكم الورقة الحمراء مباشرة بعد هذا الإنذار الشفوي. تنفيذ سيء جداً لركلة الجزاء، فرصة سهلة بتضيع، يهدرها بعيداً عن المرمى. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. كريستيانو رونالدو، كرة بعدها اللاعب أوتاميندي، تماس للبيانكونيري. فيرناندينيو، رحيم ستيرلينج، تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة. إلكاي غوندوغان، فرصة خطيرة في هذه اللحظات، فرصة لستيرلينج أمام المرمى،
فرصة بتضيع والكرة بتعدي. تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. خطأ لمصلحة مانشستر سيتي. مقطوعة كرة كوتوكان. جورجو كيليني يأمل الفريق بأن يستغل هذه الركلة الحرة الخطيرة. تغيير قادم من المدرب بيب غوارديولا. تبديل بخروج اللاعب كيفن دي بروين والذي سيدخل بدلا عنه برناردو سيلفا، اللاعب البرتغالي الشاب الموهوب القادر على خلق فرص تهديف كثيرة من خلال مهاراته وقدراته الهجومية. فيرناندينيو. كرة بتتشتت من بونوتشي. فرصة كبيرة الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. الله على البينية من كوستا. الأفضلية موجودة في الهجمة المرتدة. تمريرة من أجويرو لكن مقطوعة. فيرناندينيو. استغلال جيد للطرف من مانشستر سيتي. عرضية تصل إلى الصندوق. يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. بيانيتش. رغم صعوبة اللقطة لحظة لعب الكرة، لكن المساعد كان في قمة تركيزه. نعم نرى أنه كان تسللا صحيحا. دوغلاس كوستا. عمل جيد في قطع الكرة. ضغط على أوتاميندي. مانشستر سيتي يحاول استغلال الأطراف. أجويرو في وسط ال 18. يا رب ضربة رأسية تحرك المرمى. مباراة من طرف واحد والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. كريستيانو رونالدو مدافع بيغامر فيها في منطقة جزاء لاستخلاص الكرة. كرة بعيدة عن الجميع بعد هذا التدخل. برناردو سيلفا. الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات. متبقي فقط 30 دقيقة. انطلاقة في الهجوم. مرور ممتاز من خط الدفاع. تركيز عالي كان من حكم الرائد في اتخاذ هذا القرار، لأن الفارق اللي كان يتقدم فيه المهاجم عن خط الدفاع فارق بسيط لا يذكر. تمريرة من رونالدو لكن الكرة بتتخلص. لورو الثاني. عرضية في وسط ال 18. كرة عرضية الآن. مرت الكرة بدون خطورة تذكر. تدخل يبعد الكرة. تدخل واحتكاك في اللقطة الماضية. في النهاية الكرة إلى رمية تماس. رمية تماس لمصلحة السيتيزنز. إلكاي غوندوغان. كرة بيتغير اتجاهها وتخرج إلى رمية تماس. تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة. حلوة البينية من بيانيتش. كوستا. الله على الكرة البينية من غوندوغان. تدخل ممتاز بيخلص الخطورة من منطقته. كريستيانو رونالدو. هجوم من يوفنتوس. باولو ديبالا. عرضية إلى رونالدو. ركنية من جديد. حارس المرمى قام بكل شيء في اللقطة الماضية من مسافة قريبة لكن حافظ على تركيزه. يتقلص الفارق. كل شيء ممكن الآن. الوقت كافي لتعديل النتيجة، لتعديل الكفة في هذه المباراة.
تألق كبير من لاعبي الفريق في لقطة الهدف. تحذير ممتاز، جملة تكتيكية رائعة. الكرات الثابتة دائما هي الحل، دائما هي الحل. هنا استغلال لضربة ركنية، كرة تصل إلى الشباك. نستأنف اللعب الآن ونواصل هذه المباراة الهجومية من أحلى الطراز. كرة بتنقطع لب كونتوكان. حلوة الفكرة لكن التنفيذ ما كان بنفس الدقة. لعبة مقصية، كرة على الطاير لكن الكرة بعيدة عن المرمى. اللقطة الماضية لو كانت هدف كان ممكن تكون واحدة من أجمل اللقطات في هذه المباراة. دوغلاس كوستا، عرضية في المنطقة، كرة بتتخلص. شوف المدافع، شوف صمام الأمان. الله على واحد من نجوم هذه المباراة. تحت الضغط في هذه اللقطة. كرة في الجناح، تماس للبيانكونيري. مدرب قرر عدم مخاطرة وراح يستبدل اللاعب اللي عنده كرت أصفر. كرة تذهب بيمر فيها، بيعدي فيها، راح ينفرد بعيدا عن اللاعبين. ممتاز حارس المرمى في التقاط الكرة. كرة مقطوعة الطريق وتمندي. صراع على الكرة، خطأ على اليوفي. بطاقة صفراء على لاعب اليوفي، عليه أن يلعب بحذر الآن. رمية تماس ليوفنتوس. تمريرة سيئة والآن فقدان الكرة. برناردو سيلفا، كرة بينية في اللقطة الماضية. يوفنتوس ينطلق للهجوم. برناردو سيلفا، بليز ماتويدي. تسديدة من رونالدو. حكم يشير إلى ركلة ركنية بعد اصطدام الكرة بالمدافع. دوغلاس كوستا، بونوتشي. مستحيل هذا التصدي. الله على كرة رأسية مثالية باتجاه المرمى، لكن كرة بينية فيها خطورة الآن. أمريكان، الله عليك، الله عليك. الأهداف تسجل بهذا الشكل، كرة القدم تلعب بهذا الأسلوب. دخل منذ قليل، لم ينتظر كثيرا، لم يكن بحاجة إلى الوقت. وضع الكرة في الشباك. أي تبديل، أي عصا سحرية يملكها هذا المدرب. رائع كان هذا اللاعب في تلك اللقطة. أمريكان، أوهو، تدخل خاطئ قد يخرج الحكم الكرت الأصفر الآن. بطاقة صفراء على كومباني. نرى في الإعادة بأنها كانت عرقلة قوية، قدمه اتجهت مباشرة لقدم الخصم. خطأ صحيح. في الإعادة نرى بأن الحكم كان محقا في احتساب المخالفة. اللاعب تدخل على قدم، عمل جيد. كرة ضبط سهلة في يد حارس المرمى. بليز ماتويدي. كريستيانو، كرة بالخطأ. لوروا الثاني، ضغط متقدم ممتاز من الفريق لاستعادة الكرة.
ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة. رحيم ستيرلينج عمل ممتاز، سهل جدا على حارس المرمى. شوف التصويبة اللي كانت من مسافة بعيدة. كوستا، امريكان، الله على البينية من كوستا. اوه هذه كلمته، وعلى الجميع الاستماع، وعلى الجميع الاستماع. يا الله، ظن الجميع بأن الفريق قد رفع الراية البيضاء، لكنه عاد بعدما كان متأخرا بثلاثة أهداف في سيناريو مجنون في قمة مثيرة لم يتوقعها أحد. لقاء في قمة الإثارة، الفريقين يقدمان أداء يرفضان من خلال الخسارة في مباراة اليوم، والتعادل يسيطر على مجريات هذه المباراة. شوف التنفيذ، الله على الكرة البينية. تمرير، تدخل مثالي من الدفاع، تشتيت الكرة بعيدا عن المنطقة. كرة أخيرة للتقدم الآن، ضربة ركنية، ضغط لا توقف. كرة بتتخلص بعد هذه الكرة. ليوناردو بونوتشي، امريكان، رحيم ستيرلينج، فرصة لكرة مرتدة. كونتوكان، أجويرو يضرب، تمركز سليم من اللاعب، يعترض الكرة في اللقطة الماضية. امريكان، دوغلاس كوستا، قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. رمية تماس ليوفنتوس. دوغلاس كوستا، كرة في الجناح، تمركز ممتاز يساعدك في قطع الكرة. كرة بعدها اللاعب أوتاميندي. أجويرو بيلعب كرة بينية. فرصة للتقدم من أمام ستيرلينج. فرصة العرضية الخطيرة. الله على صلابة الدفاع. ابعاد لهذه الخطورة من المرمى. مخالفة ستنفذ الآن. من مكان قريب جدا وخطير. تبديل، وكريستيانو رونالدو يغادر أرضية الملعب. ظهر بمستوى رائع اليوم وتمكن من تسجيل ثنائية كان له دور كبير في التعادل القائم في المباراة. برناردو سيلفا، حارس يتصدى لهذه الكرة بكل نجاح بكل ثقة. بعد كرة ثابتة كانت ممتازة. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. تمريرة ممتازة إلى الطرف. الفريق يواصل احتفاظ بالكرة، نقلات مستمرة، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة، البحث عن فرصة للتقدم. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. كرة رأسية وصلت سهلة لحارس المرمى. تصويبة من أجويرو. كرة تتهادى عند حارس المرمى بدون أي معاناة. تقطع الكرة بعد تمريرة سيئة. سامي خضيرة، امريكان، تماس للبيانكونيري. الإثارة تتواصل حتى النهاية مع مباراة مثيرة بين الفريقين. كوستا، توقع جيد في قطع الكرة. هجوم من يوفنتوس. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة، ويضع الكرة في المرمى. الله على الإثارة، على الدقائق الأخيرة، على هدف التقدم، على الوقت القاتل في المباراة. هدف قد يعني الفوز، هدف خلص تقريبا على كل شيء في اللقاء. بكل تأكيد الكرة كانت صعبة على الحارس، كانت شبه مستحيلة. مثل هذه الكرات اللي تصطدم في القائم وتكمل طريقها إلى الشباك. السيتي يتأخر في النتيجة. ضغط موجود على بونوتشي. رياض محرز، فرصة من جديد لكرة التعادل.
والكرة في المرمى والتعادل يأتي الدقائق الأخيرة. أي دراما، أي إثارة، أي هستيريا، أي جنون. التعادل في وقت قاتل مستحيل. كرة القدم، أوهو، بلعب الكرة، ركنية لليوفي الكبير. قد نشاهد فيها هدف الفوز. دوكلاس كوستا بيلعب الكرة في 18، كرة تبعد من مناطق الخطر. فرصة لكرة مرتدة سريعة. اعتراض ممتاز من الدفاع يمنع الخطورة من مرماه. ضربة ركنية، فرصة أمام مانشستر سيتي لكسب المباراة في الدقائق الأخيرة. ضربة ركنية، الكرة بتتخلص من حارس المرمى. ضغط من اليوفنتوس الآن في محاولة لتسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة. فيرناندينيو جرا بشكل ممتاز. الجماهير واضح راضية بقرار الحكم بعد ما احتسب 4 دقائق كوقت إضافي. كرة بينية فيها خطورة الآن. الفرصة أمام الآن. يا لعب سرع في انطلاقه وبالتالي تسلل واضح. نستمع إلى صافرات الاستهجان، إلى الاعتراضات، إلى الاحتجاجات في مدرجات الضيوف للتأثير على حكم المباراة، لاتخاذ قرارات بشأن عملية إهدار الوقت التي يقوم. فرصة للتقدم في المباراة ويفعلها الآن. الله على الكرة، يخطف المقدمة في الدقائق الأخيرة. قد يمنح الفريق الفوز في هذه اللحظات. لم يتبقى الكثير. يا سلام على النهاية والتوقيت. هدف التقدم الآن قبل الصافرة. حلوة البينية من ديبالا. كرة لم تشكل أي تهديد حقيقة. فهو لمصلحة السيتيزنز. وهذه فرصة ممكن تكون الأخيرة. بداية نقل الكرة بشكل ممتاز للهجوم. حكم يحتسب الخطأ. شوف الخوف من الإنذار الثاني. هذه قواعد كرة القدم. إذا حصلت على إنذار عليك أن تكون حريصا جدا في كل التدخل. كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. كرة لم تحمل أي جديد في النهاية. سيرجيو أكويرو. أكويرو بيلعب كرة بينية. حارس يتدخل يبعد هذه الكرة بعيدا عن منطقته. الحكم يعلن نهاية المباراة والفوز من نصيب السيدة العجوز اليوبي. ياسن بأداء الدون كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم. طار بشكل جيد، كان واضح أيضا عزمة من البداية على صناعة الفارق. نجح في تسجيل هدفين وساهم أيضا في فوز الفريق.